قدمتوا مهرجان إدلب نار يا شيخ الشباب نار وحرق أسعار نورتوا يا زوار المهرجان معرض ممتاز وكويس وفي أسعار يعني كثير رخيصة للفقير يعني في تخفيضات معك من 10% لـ40% ممتاز جدا بس في نقطة الناس ترى السيولة النقدية عندها ضعيفة شوي خصوصا فاتحينه أنتم بـ20 شهر يعني لو كان ينفتح بأول الشهر أفضل من 20 شهر جيت والله معرض حلو ما أحلاه تفرجت يعني شيء حلو في خصومات من 30% لـ40-50% أخذت فطر أخذت درة أخذت سمنة يعني عم باخذ تشكيله شو بيلزمني يعني ال $100 $150 $100 مثلا المعرض يتضمن مشاركه 96 شركه من كافه الشركات الصناعيه والتجاريه لاحظنا وجود تخفيضات وحسومات على جميع المنتجات من قبل جميع الشركات تتوزع الحسومات من 15% الى 50% في بعض الشركات في اليوم الاول لاحظنا وجود اقبال كبير عدد الزوار وصل الى 52 الف مشارك تقريبا في اليوم الثاني الى 40 الف لاحظنا حركه تجاريه من خلال العمليه الاحصائيه التي قمنا بها تبادل تجاري من قبل الشركات والمستهلكين مدة أيام المعرض 8 أيام قابلة للتمديد إن شاء الله 2 أو 3 حسب رغبة الشركات والزائرين قيمة القطار صار القديم 350 صار الحالة 250 ليرة السبب هو تاريخها بقيان لشهر الأول 2025 نحن بنخفض بالسعر مشان يستفيد المواطن ونحن ما يصير عنا ضرر إذا قطعنا هذا التاريخ لذلك نحن عاملين عليه عرض